مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم راح نديرو دورات في الكوشة. تحضير هذه الوصفة نحتاجو دورات، ملح، فلفل أسود وكمون. نبدأ بتحضير الوصفة. نحط الملح في الدورات، من الجهتين نزيدو نديرو لداخل، نضيفو فلفل أسود، الآن كمون، قلبوا من الجهة الأخرى، فلفل أسود والكمون، ونخليها ترتاح باه يجينا الحوت تاعنا بنين. نجيبو بلا مغطي بالألمنيوم والبابي فيلم باه تكون الدورة تاعنا صحية. أنا الدورة هنا ارتاحت، حطوا الدورات. نضيفوا زوج ملاعق تاع زيت. درك نغطيها ببابي فيلم ونرجعوا نجيبوا الألمنيوم ونحكم الأغلاق تاعها جيدا. نحطها في الفول الطيب، وبعد ما تطيب نرجع نشوفوها. الدورات طابت، فقط كي شفتها طابت في الفول نحيت الألمنيوم وبابي فيلم وخليتها تحمرت. جربوها وبارطاجيوها مع ليزامي تاعكم، وشجعونا بلي كومونتير واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باه كل فيديو جديد نهبطو تشوفوه. نتلاقيو في الفيديو القادم ان شاء الله.